نأسف على هذه الكارثة التي حدثت في المغرب وفي ليبيا، التي نحن كمرأة فلسطينية في قطاع غزة التي نشاطر المرأة الفلسطينية والمرأة العربية في جميع مناحي حياتها، في أننا نحن نتبنى البرنامج المنصف والداعم إلى المرأة بشكل عام. فنحن في ظل هذه الكارثة التي حدثت في المغرب وفي ليبيا نوجه تحية للمرأة الصامدة الصابرة في هذه الأزمات، أنه نحن نفخر بوجود المرأة الفلسطينية في هذه الدول، والمرأة الليبية الجزائر الليبية المغربية التي هي تعاني من هذه الزلزال. فنحن نشاطرها ونوجه لها كل الدعم والإسناد من المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، وأيضا نوجه لهم كل الدعم من أجل توصيل رسالة المرأة العربية المغربية الليبية التي هي تعرضت، اللي هي جزء لا يتجزأ من هذه الكوارث، التي هي نسبة أكبر تتواجد ضحايا الزلزال، ضحايا الفيضانات الموجودة في ليبيا والمغرب. فنحن نوجه رسالة إلى الدول العربية، إلى الدول الأجنبية التي هي عفوا التي هي تنصف المرأة، من أن تلتف حول هاي وتوجه لهم الدعم داخل هاي الدول، في حين أن نحن نأسف لأنه لا نستطيع قطاع غزة كمرأة فلسطينية بأن تساند ولو في إنصاف هاي المرأة. فنحن كمرأة فلسطينية، كما نحن في فلسطين نتعرض إلى الاحتلال ونعاني، هناك المرأة الفلسطينية، المرأة الليبية العربية هي والمغربية تعاني. فيجب من المؤسسات الدولية ردع الحكومات التي هي تلعب بحياة الشعوب، لأن هذا الزلزال أو الفيضانات كانت جزء يعني أو كارثة طارئة. فعلى أي دولة تكون واضعة لها استراتيجية من أجل حماية البيئة، من أجل إنصاف الشعب، لأنه نحن في أي دولة موجودة في العالم أن تكون واضعة على استراتيجية حماية من مخاطر خارجية، من حماية من مخاطر الزلازل، الفيضانات، أي كارثة تلطف بالشعب، فيجب أن يكون في هناك استراتيجية بيئية تحمي هذا المجتمع، سواء مرأة أو طفل أو شباب. ولكن للأسف أنا تحليلي الشخصي بأن حجم الضحايا الموجود سواء بالمغرب أو بليبيا، السبب الأساسي عوامل البيئة التي هي كانت ضعيفة جدا ولن تحمي هذه الشعب. فيجب على الدول أن تهب هبة جماهيرية من أجل إنصاف المرأة داخل الجزائر، عفوا داخل المغرب وليبيا، من أجل إنصاف وحد من هموم المرأة الفلسطينية، سواء في هذه الدول أو الدول أو المرأة المغربية، المغرب الليبية التي تعاني داخل حياتها، في لأن المرأة كما متعارف هي من تحمل الحمل الأكبر داخل الأسرة، من رعاية، من علاج أسرتها. فنحن من هنا في هذا المكان ننصف المرأة بكل، ونوجه لهم كل رسائل الدعم والإسناد من المرأة الفلسطينية ومن قطاع غزة ومن فلسطين عامة. وإن شاء الله تعدي هذه الأزمة على الشعب الليبي بكل أمان، ويكتفي بهذه الضحايا وتعود الحياة سالمة في داخل ليبيا والمغرب.